بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بك عزيزي الطالب مرة أخرى مع مقرر وسائل وتقنية التعليم والوحدة التاسعة مع أوقات الاتصال التعليمي. نبدأ بالأهداف. بنهاية هذا الموضوع يجب على الطالب أن يكون قادرا على أن 1- يوضح مع أوقات الاتصال التعليمي. 2- يستعرض أنواع مع أوقات الاتصال التعليمي. 3- يناقش المعوقات الخاصة بعناصر الاتصال التعليمي. نبدأ بمعوقات الاتصال التعليمي ونبدأ بالمفهوم. مفهوم معوقات الاتصال التعليمي. ما هو مفهوم معوقات الاتصال التعليمي؟ هو مجموعة من العوامل والمتغيرات التي قد تؤثر على وصول الرسالة التعليمية من المرسل قد يكون مثل المعلم إلى المستقبل مثل الطالب، ويترتب على ذلك الآتي: ألف، تعلم أو فهم غير كامل. باء، تعلم أو فهم خطأ. جيم، عدم حدوث فهم أو تعلم مطلقا لدى الطالب. أنواع معوقات الاتصال التعليمي: أولا، معوقات خارجية يمكن إخضاعها للسيطرة مثل مكبرات الصوت، صوت السيارات، صوت مجموعة من الطلاب خارج الحقل الدراسي أو الفصل الدراسي أو غيرها. معوقات داخلية يصعب إخضاعها للسيطرة مثل شرود ذهن المتعلمين أثناء قيام المعلم بشرح الدرس. معوقات الاتصال التعليمي: أولا، معوقات مرتبطة بالمرسل وهو المعلم. توجد عدة عوامل مرتبطة بالمرسل قد تؤثر على عملية الاتصال التعليمي، منها الآتي: 1- نقص مستوى الخبرة والمعرفة السابقة بالمتعلم. 2- الفجوة الكبيرة في مستوى الثقافة والاجتماعي بين المعلم والمتعلم. 3- عدم لجوء المعلم لتوظيف مصادر التعلم الحديثة والمناسبة لخصائص المتعلمين. 4- صوت المعلم المرتفع أو المنخفض أو السريع أو البطيء عن حد اللازم. 5- غموض الهدف من عملية الاتصال لدى المعلم ذاته وهو كمرسل. 2- معوقات مرتبطة بالرسالة التعليمية. توجد عدة عوامل مرتبطة بالرسالة التعليمية قد تؤثر على عملية الاتصال التعليمي، منها الآتي: 1- الحشو الزائد للمعلومات الواردة في الرسالة. 2- عدم وجود ترابط أو تنظيم منطقي لمحتوى الرسالة. 3- نقص المعلومات الواردة في الرسالة. 4- عرض الرسالة في وقت غير مناسب مثل في نهاية اليوم الدراسي. 5- طول الرسالة التعليمية عن حد اللازم. 6- عدم مناسبة الرسالة لميول وحاجات المتعلم. معوقات مرتبطة بقناة الاتصال التعليمية: توجد عدة عوامل مرتبطة بقناة الاتصال التعليمية قد تؤثر على عملية الاتصال التعليمي، منها الآتي: 1- سوء اختيار المعلم لوسيلة الاتصال التعليمي. 2- التشويش المادي مثل الأوساط المصاحبة لبرامج الإذاعة التعليمية أو ضعف إضاءة شاشة الحاسب الآلي أو غيرها. 3- عدم توفر وسائل الاتصال المناسبة والحديثة لنقل الرسالة التعليمية. 4- معوقات مرتبطة بالمستقبل وفي أغلب الأحيان الطالب. توجد عدة عوامل مرتبطة بالمستقبل قد تؤثر على عملية الاتصال التعليمي، منها الآتي: 1- شرود ذهن المتعلم وتفكيره وأحلام اليقظة لديه. 2- زيادة الفروق الفردية بين المتعلمين كمستقبلين وخاصة في الأعداد الكبيرة. 3- مستوى الدافعية المتدني لدى المتعلم. 4- الفهم الخطأ وغير الصحيح لمعاني الرسالة الواردة من المعلم لدى المتعلم. 5- خلل في بعض الحواس لدى المتعلم أي إعاقة. 6- تعالي بعض المتعلمين على المرسل وهو المعلم. 7- الحالة النفسية للمتعلم باعتباره مستقبلا. 5- معوقات مرتبطة بالتغذية الراجعة أو الفيدباك. توجد عدة عوامل مرتبطة بالتغذية الراجعة قد تؤثر على عملية الاتصال التعليمي، منها الآتي: 1- استجابة المتعلم الهامشية. 2- مقاطعة المتعلم لحديث المرسل وهو المعلم. 3- استجابة المتعلم الدفاعية. 4- استجابة المتعلم الزائدة عن حد المطلوب. 2- معوقات مرتبطة ببيئة الاتصال التعليمي. توجد عدة عوامل مرتبطة ببيئة الاتصال التعليمي قد تؤثر على عملية الاتصال التعليمي، منها الآتي: 1- الإضاءة الرديئة. 2- المقاعد غير المريحة. 3- التهوية الرديئة. 4- موقع المدرسة غير مناسب. 5- قلة الأجهزة التعليمية. 6- المساحة القليلة للفصل المدرسي وزيادة عدد المتعلمين. عزيزي الطالب، بعد دراستك لهذا الموضوع حاول الإجابة عن الأسئلة الآتية: 1- عرف معوقات الاتصال التعليمي. 2- ما أنواع معوقات الاتصال التعليمي. 3- ناقش المعوقات الخاصة بعناصر الاتصال التعليمي الآتية: ألف، المرسل. باء، المستقبل. جيم، الرسالة. وشكراً.